تكلمني عن حاله الاستدعاء اللي تمت للوزراء من 12 يناير لاول فبراير، حاله الاستدعاء وحاله التجاوب اللي تم وحاله الرفض اللي صاحبت بعض الوزراء، يعني مع التقدير الكامل لحكومه المهندس مصطفى مدبولي، ولكن هناك عدد من الملاحظات، وهنا دي كانت فلسفه الاستدعاء على برنامج الحكومه. حضرتك طبعا في الحقيقه ده محتاج رد مهم، يعني خاصة ان احنا النهاردة لو بنتكلم على الاستجواب الوحيد اللي تم في 2015 لحد 2020 برلمان 2015، يعني كنت قدمت باستجواب موجه لرئيس وزارة سيدة وزيرة الصحة مع كامل احترامي ليها طبعا على المستوى الشخصي، يعني كان نتيجته ان احنا خدنا 500 مليون جنيه وحصل تحرك ايجابي داخل المستشفى وظروف معينة. احنا النهاردة بالتنسيق مع معالي الوزير المحترم احمد بن راشد حقيقه ومع السيد رئيس مجلس النواب ودوله رئيس مجلس الوزراء برضو مع وزاره الصحه، بنحاول احنا نعمل ازاله كامله لكل المباني القديمه داخل مستشفى الرياض دكرور، طالما احنا هنصرف نص مليار جنيه مع الحفاظ على المبنى الفندقي الجديد اتعمر خلاص وان شاء الله يبقى قريب فيه نشغله، نهد المستشفى القديمه، وبالمره طالما احنا النهارده دخل منظومه التامين الصحي الشامل نعملها برضه بمواصفات التأمين الصحي الشامل، يبقى احنا ما نجيش بعد كده نعدل فيها، وخدنا الموافقات بالتنسيق مع الوزير المحافظ احمد راشد ووزاره الصحه ما عندهاش مانع من الكلام ده، ان شاء الله قريب هنلاقي مستشفى الرياض دكرور بيتم فيها ازاله كامله لكل المباني القديمه، ونعمل ان شاء الله مستشفى على طراز حديثي يخدم على اكثر من 3 مليون مواطن. هنا تفعيل الادوات الرقابيه، احنا النهارده عملنا سؤال، عملنا طلب احاطه، عملنا استجواب، حصل تدرج في الطلبات لحد ما ربنا كرمنا وعملنا استجواب، قعدنا على مدار 5 ساعات لحد ما خدنا على الارض. حد يسمع دلوقتي يقول لي طب انا انت عملت استجواب وخدت 500 مليون جنيه لسه مستشفى بلا موجوده، انا مش هدوس على الزرار هتعمل مستشفى، دي سلسلة إجراءات كبيرة جدا واعتمادات مالية ضخمة. النهاردة أنا بطمن كل أهل بلد دكرور، النهاردة إن شاء الله بلد دكرور هتعدي مليار جنيه في أعمال هتتم على الأرض إن شاء الله قريب. وأنا هنا بقول لو ما كانش في دعم من القيادة السياسية للمناطق الشعبية بالشكل ده، لا إحنا خدنا دعم، أنا بعتقد إن هو الحكومة بصت لنا، الحكومة شايفانا، إحنا جبنا الحكومة عندنا في بلد دكرور من خلال أداء نيابي الحمد لله مميز ويشهد الجميع بذلك، قدرنا نوجه نظر للحكومه واعضاء الحكومه ان احنا لينا مطالب شرعيه الحمد لله لقينا جزء كبير جدا منها بيتنفذ، ولينا مطالب اخرى بنكمل ان شاء الله.